ربنا يوفقك يا ابني. الحقيقة يا حاج، أنا كنت عايز أتكلم مع حضرتك في موضوع كده، لكن متردد شوية يعني. حتى أنا طلبت من بابا يفتح حضرتك في الموضوع ده، فرفض لأنه محرج. إيه خير؟ الماهية مش عاجباك؟ لا 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 يا حاج، ما تقولش كده، أنا ما كنتش أحلم بالمرتب ده. أمال الموضوع إيه اللي أبوك مكسوف يفتحني فيه؟ الحقيقة يا حاج، أنا بعتبر نفسي بتجرأ يعني، لأني مش قد المقام، لكن لأن حضرتك بتعتبرني زي ابنك. يا ريال ايه عمال تتهتز زي اللي بيطلعوا في التلفزيون ليه؟ الواحد يقعد يتفرج عليهم وفي الاخر ما يطلعش منهم بحاجه ويقفل التلفزيون. خش في الموضوع على طول. حاضر يا حاج. حضرتك عندك مانع ان اخطب لفيسا؟ قلتش الكلمتين دول ليه على طول؟ كان صعب عليك تقولهم؟ طب ابوك وطلع راجل ناقص عشان مش قادر يفهم زي ما هي عمتك هو زي اخويا، مش عشان بيشتغل عندي يفتكر انه اقل مني. احنا فين وانت فين يا حاج؟ تخليني ازعل منك انت كمان؟ يا دي احنا عيله واحده وابوك ليه افضل كتير عليا. عمتك وابوك ياما وقفوا جنبي وسندوني وقت ما كنت محتاج للي يسندني. بس انت عارف اكتر حاجة كيفتني منك ايه دلوقتي؟ ايه يا حاج؟ لما جيت تطلب البت مني دلوقتي قلت لي ممكن يا عمي اخطب منك نفيسة، ما قلتليش ممكن يا عمي اخطب منك نوفة. كيفتني بجد، كيفتني، لأن اسم نوفا ده بيعصبني، وساعتها بس عرفت إنك راجل بصحيح. يعني حضرتك ما عندكش مانع يا عمي؟ شوف يا خضير، أنا هجيبها لك من الآخر. البت نفيسة بس تقول أيوه وما تحملش هم أي حاجة. أنت مش فاهمني يا حسين. أنا أحب أستفيد من تجاربي وأخرج منها بنتائج محددة. والحمد لله ربنا وفقني وعرفت اللي أنا عايزه. حلو جدا. افهم من كده يعني انك لقيت العروسه؟ وهلاقيها فين دي يا ابني؟ تلاقيها فين يا اخي؟ انا مش فاهم انت اهلك مستحملينك ازاي. شكرا. شوف يا حسين، انا عايز اتجوز واحده ليها مواصفات المراه الاوروبيه، قوتها، علمها، تحملها للمسؤوليه، وعايز بقى كل الصفات دي تكون في بنت مصريه متدينه، لان انا مقتنع ان الايمان هو اساس الشخصيه السليمه. طيب بص بقى، انا لقيت لك الحل. انت تبعت بالمواصفات بتاعتك دي لهيئه الامم المتحده، ها؟ تقوم هيئه الامم المتحده تجتمع ويختاروا لك البنت اللي سيادتك بتحلم بيها. تعرف حسين انك بايخ، ممكن تشرب الشاي قبل ما يبرد.